كل واحد فينا بالفطرة ربنا زرع جواه نبتة حب أو بذرة حب صغيرة، في واحد بيكبرها وينميها وتوصل إن هي تبقى طاقة حب، وفي واحد بيموتها أو يسيبها زي ما هي. لما بتوصل تبقى طاقة حب، كل واحد فينا بيعبر بطاقة الحب دي على قد ما يقدر أو على زي ما يعرف. في حد يخرج طاقة الحب دي بطبطبة للناس اللي حواليه، بإن هو يديهم ودانه يسمع منهم ويسمع عنهم ويسمع حكاياتهم ويسمع كلامهم ويديهم كده من وقته. في واحد طاقة الحب اللي جواه دي يطلعها في الخدمة من بذل وعطاء وترحاب بالناس وخلاص نفوس ناس كتيرة. وفي واحد طاقة الحب اللي جواه دي يخدم بيها الناس بمشوار، يخدم بيها الناس بنصيحة، يخدم بيها الناس بطبطبة زي ما قلت في الأول، حاجات كتير جدا. كل واحد فينا جواه بذرة حب أو نبتة حب صغيرة تقدر تتحول لطاقة حب كبيرة، تبقى شعاع نور لكل الناس اللي حوالينا. كل واحد فينا مدعو إن نبتة الحب اللي جواه دي يرويها ويسقيها ويكبرها لحد ما تبقى طاقة حب كبيرة تضل على كل الناس اللي حوالينا ونخدم بيها كل الناس. أهلا وسهلا بحضراتكم. أول فقرة معانا باكر إن ربي تسمع وصوت. اسمحوا لي أرحب بضيفي اللي بشرفني، الأستاذ جوزيف نبيل الخادم بكنيسة الشهيد العظيم ماري جرجس بأرض اللواء. أهلا بيك. أهلا وسهلا، نورنا، ربنا يخليك. صباح النور. صباح النور. نشوف معاكم مع السادة المشاهدين جزء من المزمور ونرجع لحضراتكم تاني. ببيتك تليق القداسة يا رب إلى طول الأيام. آية جميلة ويمكن بنكررها ونلاقيها مكتوبة في الكنائس بشكل كبير جدا، وهي من مزمور 93 آية 5 نتأمل فيها النهاردة معاكم. أستاذ جوزيف في البداية لو تدينا فكرة عن مزمور 93. مزمور 93 مزامير جميلة جدا بتستخدمه الكنيسة، بيتقري في صلاة الساعة 6، وهو أوله أو بدايته الرب قد ملك ولبس الجلال، لبس الرب القوة وتمنطق به. الكنيسة بتوصف لنا المسيح وهو على الصليب، لأنه الساعة 6 دي الساعة اللي اتصلى فيها للمسيح، وتحط المزمور ده في الساعة دي عشان توصف لنا أنه المسيح المصلوب كامن في قوة القيامة. فلو لبسنا إحنا المسيح بقوة قيامته ده يلهب قلوبنا بالقداسة اللي بتخلينا نكون موجودين في بيت ربنا. أيوة. وإحنا شعرين بشيء من الرهبة والقداسة في نفس الوقت. عشان كده آخر آية في المزمور ده وتقول ببيتك يا رب طريق القداسة طول الأيام. تمام. المزمور ده كمان بيتقري أثناء لبس الشمامسة، ملابس الخدمة في القداس، بنقول المزمور ده، وبرضو بنتصور إن إحنا بنلبس مع الملابس البيضة البر اللي ادهولنا المسيح بخلاص على الصليب. صحيح. يمكن تعريف مخافة الله، يمكن في سفر الخروج إصحاح 19 كان الله بيعلم الشعب هذه المخافة من خلال موسى النبي. لو تدينا لمحة عن الموضوع ده. حضور الله بيدي مخافة. وحضور الله دايما بيبقى مرهوب. قال عنه كده أبونا يعقوب في سفر التكوين، ما أرهب هذا المكان، لما شاف كده السلم نزل من السماء للأرض وشاف الملائكة وطلع ونزل على السلم، قال ما أرهب هذا المكان، ما هذا إلا بيت الله وهذا باب السماء. لما ربنا حب يدي فكرة لشعبه عن مهابة حضوره في وسط شعبه، حب يعمل لهم ده بوسيلة إيضاح. فداهم وسيلة إيضاح في سفر الخروج زي ما حضرتك قلت إصحاح 19، طلب من موسى أنه يقدس الشعب ويقدس الكهنة ويخليهم يعملوا حاجات يستعدوا بيها لمنظر حضور الله الموهوب في وسطهم. من ضمن الحاجات أو الشروط اللي حطها ربنا للشعب عشان
يشوفوا منظر حضور ربنا ده، وإن كان منظر مستتر لأنه بيقول في الضباب، وهنا الضباب معناها أنه حتى الحضور كان في العهد القديم حضور بصورة مستترة، لأنه الشعب ما كانش يتحمل أكتر من الحضور المستتر ده. قال لهم أن أنتوا تستعدوا لحد اليوم الثالث، يتقدسوا ويغسلوا ثيابهم حتى يمتنعوا عن العلاقات الجسدية، وحط مسافة على الجبل زي كردون أمن كده زي ما احنا بنقول في الوقت ده. أيوة. حط مسافة حوالين الجبل أنه محدش يتعدى المسافة دي، وقال أنه لو مست الجبل بهيمة أو إنسان يرجم البهيمة أو ترجم البهيمة أو يرجم الإنسان. Yeah. الشعب في العهد القديم كان دي طريقة فهمه للأمور، أنه لازم تكون حاجة ملموسة قدامه، عشان ربنا وهم لما خرجوا من أرض مصر مش عايز يخليهم عايشين في نفس الصورة بتاعت الآلهة الوثنية والحاجات اللي كانت بتحصل فيها. فحب يديهم صورة ملموسة أن حضور الله مهوب، ووجود ربنا في وسط شعبه شيء سامي جدا ويفوق العقل. عشان كده حضور الله كان مقترن بحاجات كتيرة زي برق ورعد ونار وزلزلة وحاجات زي كده. تمام، ده كان في العهد القديم، لكن طبعا في العهد الجديد ما فيش كده، وما فيش الخوف، ولا يعني المخافة طبعا مش هي الخوف، عشان برضو نوضح للسادة المشاهدين، المخافة مش هي الخوف، المخافة هي زي ما حضرتك قلت المخافة والرهبة، الاحترام الشديد جدا، الشعور بقداسة المكان. المخافة هي المهابة الممزوجة بالحب. تمام، المهابة الممزوجة بالحب بالظبط. تمام، الخوف ده حاجة تاني ربنا ما يحبناش، لأن ما يحبش يشوفنا خوافين بالظبط، لأنه الخوف في العهد الجديد بيقول الخوف خطية، لا خوفوني يرثون ملكوت السماوات. صحيح. لكن أما أنطونيوس كده قال الكلمة دي مرة، قال أنا مش بخاف من ربنا لأني بحبه. صحيح. ففي العهد الجديد إحنا مش محتاجين وسيلة إيضاح زي ما كان في العهد القديم. العهد الجديد أنا أفتكر كلمة لقداسة البابا توادروس بيقولها عن الكنيسة أو مكان حضور ربنا في وسط شعبه، بيقول أحسن تعريف للكنيسة هو إنها قطعة من السماء. أو يقول حاجة تاني جميلة جدا في وعظة لي، يقول إنها صفارة السماء على الأرض. صحيح. لما بندخل الكنيسة كأننا بندخل صفارة السماء اللي موجودة على الأرض. تخيل حضرتك انت داخل الكنيسة هتشوف السماء، هتشوف ايه؟ هو ايه الموجود في السماء؟ موجود ربنا يسوع المسيح جالس على العرش، موجود حوالين الملائكة، موجود القديسين. احنا في الكنيسة بنعمل كده بالظبط، بنشوف كده بالظبط في العهد الجديد، بنشوف ربنا يسوع المسيح حتى كده واحنا بنقرأ الانجيل كشمامسة، لازم نديله المقدمة الكبيرة دي، وكأن الكنيسة عايزة توجه أنظارنا إن إيه؟ مش الشماس هو اللي واقف على المنجلية، لا، تخيل أنت واقف قدام المسيح وهو بيدي الموعظة على الجبل. عشان كده تلاقي المنجلية في مكان مرتفع، وبنقول حتى في المقدمة مبارك الآتي باسم الرب، وكأن المسيح هو اللي بيكلم نفسه. بنشوف حوالينا سحابة من الشهود زي ما قال بولس الرسول في عبرانيين 12، يقول فإذ لنا سحابة من الشهود من الشهود محيطة بنا مقدار هذه. تمام. فإحنا بندخل نلاقي القديسين حوالينا، ربنا يسوع المسيح بيكلمنا، ربنا يسوع المسيح بنفسه موجود على المذبح. تمام. طب الآية النهاردة بتتكلم عن القداسة اللي تليق ببيت ربنا، ما هي القداسة التي تليق ببيت الله الكنيسة؟ تقديس البيت من تقديس صاحب البيت. تخيلت حضرتك جاي من سفر بعيد، وانت حاسس ان انت غريب في البلد اللي انت رايح، فلقيت واحد يعرفك يقول لك انت انا فاكر انه انت صاحب ابني، فبدل ما تسكن في اي حته بره وتبقى غريب، اتفضل ده مفتاح بيتي او مفتاح فيلتي او مفتاح قصري، واعتبر البيت بيتك. ده بالظبط اللي بيقوله لنا ربنا يسوع المسيح اول ما ندخل الكنيسه. في أفسس الإصحاح الثاني آية 7 بولس الرسول يقول إيه؟ لستم بعد غرباء ونزلاء، بل رعية مع القديسين وأهل بيت الله. تخيل حضرتك الكلمة، إنه
أنا وحضرتك والسادة المشاهدين إحنا ما بقناش بعيدين لأننا صرنا قريبين بدم المسيح. فأنا رايح الكنيسة، ربنا بكل جلال وعظمته بيقول لي بيتي، اتفضل مفتاحه، هو اتصرف فيه كأنه بيتك. مش بيخليني أدخل في جبل مضطرم بالنار والزلزلة والحاجات صحيح. دي في العهد الجديد ربنا فاتح لي إيديه بيقول لي اتفضل ده بيتك. تتخيل حضرتك الضيف اللي راح دوا والراجل ده اللي اعتبر انه بيته، تخيل مدى الحرص على البيت اللي انا هكون فيه ده، اللي صاحبه اكرمني كل الكرم دي واداني كل النعم دي. يبقى نقدر نقول لان بيت الله يسكنه القدوس اللي هو الله بالزبط. فينبغي ان يكون كل محيطه قداسه وان من يدخلهم قديسين، صح؟ يعني بالزبط. ينبغي ان احنا كمان نكون قديسين في بيت القدوس. لكن لو احنا جينا للحياه العمليه، لا يعني احنا اوقات بنستهين بوجودنا في الكنيسه، او ممكن نروح قداس ننام في القداس، او ممكن يعني يبقى معانا اكل ناكله، ما فيش مشكله، يبقى مش بنشعر مش بندي بيت الله هذه المهابه اللي حضرتك كنت بتتكلم عنها. ويمكن في موضوع انا كنت اتكلمت عليه يمكن زمان بس اقوله تاني، لما بنروح الحبشه ونشوف قد ايه يعني اهل الحبشه بيقدروا دايما وجودهم في الكنيسه بالزبط. يعني كنا شفنا منظر كده عجيب، يعني سريعا بس احكيه، ان الكنيسه فيها عدد محدود جدا، الحوش الكنيسه في عدد بس في مكان في الحوش فاضي كتير، وفي بره الكنيسه ناس كتير وكل واقف بمخافه اللي حضرتك بتتكلم عليها. فلما سالنا قالوا اصل اللي واقفين في الشارع بيقولوا ما نستحقش ندخل حوش الكنيسه، واللي واقفين في حوش الكنيسه بيقولوا اصل احنا ما نستحقش نبقى جوه الكنيسه، واللي جوه الكنيسه واقفين بمخافه عظيمه جدا. ليه احنا ما عندناش هذه المخافه؟ احيانا بيبقى ليها اسباب عديده نذكر منها. احيانا حد يكون مش فاهم معنى دخوله البيت ربنا ايه، مش فاهم انه ربنا يسوع المسيح بنفسه هو الموجود على المذبح، مش فاهم انه حواليه ملائكه وحواليه قديسين، مش فاهم ان انا موجود في صف من الصفوف السمائيه بسبح ربنا وانا في الكنيسه. يقول في القداس الغرغوري يقول الذي ثبت قيام صفوف غير المتجسدين في البشر. يعني في الكنيسه احنا بنكون صف واحد مع الملائكة اللي بيسبحوا القدوس. أحيانا أنا وأنا بدخل الكنيسة مش في دماغي كل الحاجات الجميلة دي، فبدخل كأني داخل بيت عادي. الأمر الثاني ده اللي بيقابله الناس اللي بتروح الكنيسة باستمرار كل يوم، في الأول تبقى الرهبة موجودة، لكن مع التعود مع الاستمرار بيبقى فيه شوية تعود على الكنيسة فبتقل الرهبة شوية. السبب الثالث أنه يكون الإنسان مستبيح، ودي بيحذرنا منها الكتاب، يقول انظروا أن لا يكون أحد مستبيحا كعيسو اللي باع البكورية واستهان بيها واحتقرها. إن كان في العهد القديم كانت البكورية تخص الابن الأكبر، لكن في العهد الجديد كل إنسان في المسيح هو بكر، ليه كل النعمة في المسيح. فاللي بيروح الكنيسة ويستهين بحضوره في الكنيسة كأنه مستبيح بكريته، كأنه مستبيح بنوته اللي ربنا يسوع المسيح له المجد. تمام. فدي بعض الأسباب اللي بتخلينا نستهين ببيت. يعني لازم وجودنا في الكنيسة يسبقوا بعض الاستعدادات طبعاً. يعني حتى الاستعدادات الجسدية والنفسية والروحية أبقى مهيأ تماماً أن أنا داخل بيت ربنا، ولما أدخل بيت ربنا يبقى بمنتهى الهدوء ومنتهى الوقار. برضو أنا عايز برضو بحب دايماً في الفقرة مش بس يعني أتكلم في الناحية الروحية بس، لكن في الناحية العملية زي نعلم ولادنا من هو وإن هم صغيرين فكرة الوقار لبيت ربنا. أوقات كتير نلاقي الأطفال بيتنططوا على الدكك والصوت عالي جدا، ومش عايزين نوصل لمرحلة يعني، بس عايزين نعلمهم إزاي نعلم الولد أو البنت من هم صغيرين فكرة مهابة بيت الله ورهبة بيت الله بشكل لطيف. يعني أكتر حاجة تأثر في الولد مش إن أقول له اعمل كذا، أكتر حاجة تأثر في ابني إني أنا أقدم له بنفسي نموذج احترام لبيت ربنا.
فلما ابني يشوفني واقف بخشوع ووقار في بيت ربنا من غير ما أقول له خالص، هو هيتعلم مني ده. في خلال 3 سنين أرضعتهم يكابد لموسى علمته أساسات الإيمان. فأنا عايز أرضع ابني من صغره أنه يتعلم مهابة ربنا وخوف ربنا، أنه أنا أولا أقدم لي نموذج، ثانيا تيجي التعليمات. لما تقترن التعليمات بالنموذج الحي اللي هو قدامه بتبقى حاجة حلوة خالص. حاجة تانية، مع ازدياد الأنشطة في الكنيسة بقى في خلط ما بين النشاط وما بين الكنيسة. حلو يكون الكنيسة فيها نادي، لكن وحش خالص أن تتحول الكنيسة لنادي. تلاقي الأولاد جايين بلبس الكورة وكده. فحلو خالص أن احنا نعمل الأفراح بتاعتنا في الكنيسة، لكن ما ننساش أبدا اللياقة بتاعة بيت ربنا في لبسنا وإحنا في الأفراح. حلوة النقطة دي، إن هي ما تتحولش الكنيسة وقت صلاة الإكليل لقاعة أفراح بالزبط. ولكن تحتفظ بوقارها وكونها كنيسة. ويمكن في بعض الكنائس دلوقتي يدوا يعني ملابس للناس اللي داخلة، يطلبوا منهم بوقار معين داخل الكنيسة. ويمكن ده بنشوفه كمان في الدول الأوروبية، نلاقيهم في الشارع ماشيين، نلاقي مثلا الستات مثلا بتمشي في الشارع بشورت وتلبس شبشب ومش عارف ايه بتاع، لكن يوم ما هي قررت ان هي تروح الكنيسة تلاقيهم في منتهى الوقار، منتهى الوقار في اللبس، ومنتهى الوقار في الهدوء، ومنتهى الوقار في كل شيء. ونلاقي بعض الكنائس الشقيقة نلاقيهم كاتبين كده تعليمات ببساطة، ممنوع الكلام، الهدوء يليق ببيت ربنا. حتى بعض كنت لسه بزور كنيسة قريب مكتوب كده يافطة كبيرة خالص، الحشمة حكمة. طبعا ما خلطش ما بين وجودي في الشارع ووجودي في القاعات الأفراح العادية ووجودي في النادي ووجودي في أي نشاط اجتماعي بره الكنيسة والكنيسة. الكنيسة ليها مهابتها وليها خوفها. مظاهر احترامنا للكنيسة بتبان في حاجات كتير. أهم حاجة توضح إن احنا محترمين كنيستنا هو نظامنا داخل الكنيسة. صحيح، النظام داخل الكنيسة. لو حضرتك طلعت السماء وشفت كده اللي وصفه لنا يوحنا الرأي، يقول في صفوف بتعمل كذا وال24 قسيس بيعملوا كذا وهكذا، هتلاقي لما ربنا رسم خيمة الاجتماع رسم السبت ده يقعد هنا والسبت ده يقعد هنا والسبت. لما ربنا يسوع علم الجموع على الجبل قال لهم خلوهم فرق فرق 50-50 و100-100 عشان النظام يكون موجود، لأن إلهنا إله نظام وليس إله تشويش. فأهم مظهر من مظاهر احترامنا لقداسة بيت ربنا إن احنا نكون منظمين من أول ما نطلع من بيتنا مهيئين، وإحنا في السكة نقرأ مزامير اللي بتخلينا نتأهب لحضور بيت ربنا، زي فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب، مساكنك محبوبة يا رب إله القوات، تشتاق وتذوب نفسي للدخول إلى ديار الرب، لحد ما أدخل الكنيسة وأسجد قدام الهيكل بتاع الكنيسة وأصلي كتير، لحد ما أقف في مكاني، لحد ما أجي أتناول وأقف في صف التناول ويكون التناول باحترام لائق ببيت ربنا. لأنه أنا في الكنيسة زي ما قلنا في الأول إحنا واقفين في السماء، فأي مجد وأي كرامة تليق بوقوفنا قدام ضابط الكل. لأنه بولس الرسول زي ما بيوصف إن إحنا في عبرانيين 12 برضو بيقول إن أنت داخل قدام الله الحي، يختم فقرة كده في عبرانيين 12 يقول لأن إلهنا نار أكل. تمام، ومحدش يقول بقى المهم القلب، ما تقولوش ما تتكلمش في كده، ما بلاش تتكلم ان ايه مشكله ان حد يتكلم في الكنيسه او يلبس اللي هو عايزه في الكنيسه ومش عارف ايه بتاع. لا، يعني الكنيسه لازم يكون ليها مهابتها ووقارها. الكنيسه دي حاجه عظيمه جدا، واحنا غير مستحقين ان احنا نكون موجودين في الكنيسه، فلما ربنا يسمح لنا بالفرصه نكون قد هذه الفرصه. إيه. النهارده عشان تدخل عند وزير مكتب بالزبط. ولا عشان تروح تقابل رئيس جمهوريه او تقابل حد مسؤول كبير بمنتهى الوقت بتبقى ماشي مش عايز الشوز بتاعك يخبط في الارض يعني. بالزبط. اللي بيقول المهم القلب يرد عليه ربنا يسوع المسيح، يقول من فضلة القلب يتكلم اللسان. ويرد عليه حتى المثل اللي احنا بنقوله من الإناء ينضح بما فيه. لو القلب فعلا في مخافة ربنا وفي مخافة بيت ربنا هيسلك سلوك يليق بهذه المخافة.
مش معقولة يكون قلبي فيه مخافة وسلوكي ما فيهوش مخافة. صحيح. من فضلة القلب يتكلم الإنسان. نتمنى نعمل بالحاجات الحلوة اللي حضرتك. ربنا يدينا مخافة بيته، وربنا يدينا إن إحنا نكون مقدسين بيته، لنكون إحنا مقدسين ونقدس بيته، وربنا يدينا نعمة. شكرا جدا أستاذ جوزيف نبيل الخادم بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بارد اللواء، نورتنا صباح النور. شكرا صباح النور. ولسه معاكم مشاهدينا، وهنخرج لفاصل ونرجع لفقرة الصحافة، وهنشوف بقى على الهواء مباشرة من هيئة الأرصاد الجوية يقولوا لنا حالة الجو إيه بعد الفاصل.